كنت في الكورة برضه كابتن نادي الزمالك وهداف نادي الزمالك. اتعلمت الاكل الاوروبي، اكل امريكاني، اكل ياباني، اكل صيني، يعني انا انترناشونال شيف. الاكل هنا بقى حاجه مهمه قوي للناس، فانا عندي ايديز اكل من كل اسيا، يعني سوشي، يعني نودلز. انا بشتغل حوالي بره 350 ساعه في الشهر، بس اكلك يعرف الناس عليك. لعيب كرة في نادي الزمالك، بلعب كرة، وبعد كده حصل ظرف إصابة ملاعب، فسافرت هولندا كأجرب احتراف كرة، وساعتها صاب خالي عنده مطعم في هولندا، فمن ساعتها بدأت أخش موضوع الطبيخ اللي أنا بشيف. قعدت برضو 20 سنة في السويد من ديفرن، يعني لفيت شوية في الأماكن على اساس اخد الاكسبيرينس اللي هي كشيف. يعني الحمد لله، يعني بحب اللي انا اتعلم، لان انا كنت في الكوره برضو كابتن نادي الزمالك وهداف نادي الزمالك، ودلوقتي لما بدات ابقى طباخ لقيت الموضوع اللي هو تبقى ليدرشيب ده موجود فيا. فلما بروح مكان بحب ابقى مختلف فيه شويه، بحب اتعلم بسرعه، لغايه لما وصلت ان انا اعمل كونفرنس نوبل برايز في السويد وفي النرويج. واشتغلت برضو حاجة اسمها ميشيلين ستار، يعني واخدة نجمة كريستوران، يعني ليفل عالي بالنسبة للريستورانات. كنت باجي زيارات ساعات لمصر، وبلاقي بقى الطرق اتغيرت، والاف ام بي اللي هو موضوع الاكل هنا بقى اتطور كتير، بس الواحد بقى عايز يستفاد بالخبرة اللي هي الوقت اللي راح في الورق. والدنيا طبعا ساعة جدا في السويد، وهنا تلاقي شمس وتلاقي الجو حلو، وطبعا زي ما انت شايفه الاكل هنا بقى حاجه مهمه قوي للناس. فانا عندي ايديز اللي انا سافرت يعني وقعدت بره، فتعلمت الاكل الاوروبي، اكل امريكاني، اكل ياباني، اكل صيني، يعني انا انترناشونال شيف. فحسيت ان انا انزل مصر واجرب اعمل فاميلي بيزنس مع العيله بتاعتي واصدقائنا، اكل من كل اسيا، يعني سوشي، يعني نودلز، يعني سندوتشات، يعني تاكو مكسيكي بعمله فيوجن للاسيوي، وبعمل اول حاجه في مصر اللي هي تبقى بيف، يعني لحمه وفراخ في السوشي، لان انا شايف ان السوشي ناس كتير بتتكلم عليه ان هو حاجه غير الاكل العادي يعني. فبحاول ان اي حد ممكن ياكل سوشي اي ليفل، الاسعار مش عاليه طبعا، الاسعار عاديه، لان احنا بنحاول الافكار الجديده اللي انا بنزل بيها احاول اوصلها لبلدي، يعني والناس اللي عايشه في مصر ان هم ممكن ياكلوا من شيف كان عايش طول حياته في بره. فبالنسبه للموضوع يبقى سهل هنا في مصر اللي احنا نقدر نجرب حاجات ممكن واخدين عنها فكره صعبه شويه، ان هي بنيه اللي هو في ريحه، الحاجات اللي هي الناس ساعات بتقلق منها. فاحنا بنحاول نوصل اكسبيرينس للناس اللي هي ممكن تاكل الحاجه دي وهي بطريقه سهله. يعني انا اول ما نزلت من المطار لقيت الشوارع كبرت، وبقت كنت زمان بمشي العربيات النقل فوق والتحت والسينا ماشيه جنبي وكده، دلوقتي بقى طرق بقت اكني ماشي في اوروبا يعني. فده طبعا بيشجعني جدا ان انا انزل تاني مصر، لان انا بحس ان ما بقاش في فرق كبير بين مصر واوروبا يعني. كشيف يعني اللي انا لقيت ان في هنا برضو بالنسبه للناس في مصر ذواقه جدا، بتحب اكل، بشوف محلات كبيره، محلات كتيره، فالمنافسه تبقى حاجه لذيذه. انا بحب اللي هو برضو اكون في الجيم اللي يبقى فيه، بحب ابقى اظهر برضو في نفس الوقت في حته جديده محدش يعرفك، بس اكلك يعرف الناس عليك. وهي طبعا الايديا والاكسبيرينس بيساعدني، لان انا ضيعت عمري كله في الطبيخ ده، احاول ان اقدر اعمل حاجه كويسه تسعد الناس، تعرف الناس على الاكل بطريقه جديده. طبعا بالنسبه للساوسات وكل الاكسبيرينس دي يعني حاجات تيست جديده، هيبقى من خبره سنين. فانا مبسوط ان انا بقى قاعد في الشمس دلوقتي، انا الوقت ده ما بشوفوش دايما، يعني انا عندي أسبوع في السنة كلها ممكن يكون في شمس، الباقي السنة كلها ما فيش، بس أنا دلوقتي يعني
الدنيا حر كل يوم، فحاجه طبعا تسعدني ان انا ابقى موجود هنا. وطبعا بقى انا بقالي كتير غايب عن مامتي يعني، ووالدي متوفي، فانا بقى سعيد ان انا ابقى جنبها يعني، واحاول اشوفها دايما. اسكندريه دي حاجه تانية، انا اتولدت في اسكندريه طبعا، اتولدت في كليوباترا شارع بورسعيد يعني، اتولدت في شقه جدتي. فالبحر يعني بالنسبه لي كنت وانا صغير على طول كل يوم على البحر بصطاد يعني. البحر ده حاجه بالنسبه لي طبعا انا مفتقدها بقالي سنين، ودلوقتي البحر فهو اكني في اسبانيا، اكني في غربية، اكني في حتت سياحيه يعني. بصراحه الله ينور عليكم يعني، المكان بقى جميل جدا والجو حلو والناس كويسه برضو، المصريين برضو احنا برضو احساس تاني، انت مع مصريين وتتكلمي عربي وتهزري وبتضحكي، مفيش اللي هو البروتوكول الاوروبي اللي انت كل حاجه جافه وكل حاجه بميعاد. هنا برضو احنا يعني كل حاجه بميعاد في الشغل، بس بره الشغل يعني في شويه فريدم، تحس ان انت يعني في بلدك، مش قلقانه مش خايفه. الحمد لله مصر يعني ربنا يحرسها. المصريين والسوشي، هو السوشي في مصر طبعا بقاله فتره، بس اللي انا شايفه اتقدم بطريقه كويسه. اي حد عشان يعمل حاجه كويسه لازم يبقى وراها ناس كتير قوي، فانا ورايا حوالي 7 كلهم سنهم صغير يعني شباب. اشتغلت يعني دورت على شغل، واحنا كنا محتاجين لان احنا عندنا مطبخ وعندنا حاجه صغيره اللي وراكي دي 2 متر ونص في 2 متر ونص، فما نقدرش نعمل حاجات كتير فيها. فعندي مطبخ بحضر فيه وببيع في اللي هو تجهيزات. انا بشتغل طبعا بنفسي، ما فيش حاجه اللي هو يعني في اوروبا متعودين نشتغل يعني. انا بشتغل حوالي بره 350 ساعه في الشهر. الناس فاكره الناس في اوروبا ما بيشتغلش، او الحياه سهله هناك. هو الحياه سهله، بس كل واحد عايز يوصل لازم يبين، او على قد ما بتعمل على قد ما بتلاقي. كنت عايزين نعمل حاجه بزنس يعني، بدانا باول حاجه الايجن فيوجن اللي هو سوشي والايجن عموما الاكل الاسيوي، تاكوز بوك. بدانا مع عادل، لو عادل قريب. كان عادل كان بيسافر كتير، كان بيجي اجازات معظم الوقت. في اخر وقت لما جه مصر حبينا ان احنا نعمل حاجه مع بعض، قلنا نشوف، خصوصا ان اخر فتره مصر بقت جميله جدا، بتقدري مشجعاكي انك تعملي بزنس، طرق تتحسن. هو ذات نفسه لما جه مصر بقى مبهور ان مصر بقت جميله بالشكل ده. واحنا يعني كشاب بتشجع ان احنا نعمل حاجه كويسه. انا من صغري يعني بتعلم من والدي قبطان بحري، جربت ان انا كذا مره يعني اتعلم منه وهو بيعمل حاجه فيها بيزنس، فيها افكار كويسه تبدا يعني تساعدك، تخلي تعملي حاجه نفسك فيها بشكل مظبوط. فكان من زمان واحنا يعني نفسنا ان احنا نعمل حاجه فيها اكل، احنا متعودين من صغري، والدتي يعني شاطره في الاكل شويه، فكان دايما بيعجبني بقى اركز ان هو ايه، لا ده طعمه حلم، لا ده طعمه وحش. فحاجات كتير قوي خلتني ان انا حابب ان انا اعمل اكل زي اللي انا بدوقه في بيتنا يعني. الاكل الحلو ده لازم يتعمل. فقعدت فتره لحد ما قابلت عادل ولقيت طريقته في الاكل، حاجات كلها صحيه، الاكل بيطلع بشكل كويس، لو في اي حاجه فيها لحوم بنجيبها من نفس المكان اللي احنا بنجيب فيه للبيت، فبيتي يعني كهيجينيك حاجه مظبوطه، في تشيك اب دايما على الحاجه. فده اللي ان احنا نوصل الكونسبت قبل ما نبقى احنا يعني كمشروع يعني. Thank you.